السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم احبائي في قناتكم ايكول بيرا دائما كنطلبوا منكم الاشتراك في القناه ثم الاشتراك في القناه لان القناه ديالنا ماشي بحال القنوات الاخرى ولكن كننزلوا بالفهم وكنبسطوا الشرح باش تكونوا انتوما على تواصل تقدروا توصلوا له ماشي عا كنخرج لكم ولا لا خصني نفهمك انا الوحده الثانيه الاسبوع الاول التاء المبسوطه التاء مبسوطه مبسوطه دايره هكا صافي؟ مجال الحياة الثقافية والفنية الإملاء ألاحظ وأكتشف أقرأ كلمات وكل مجموعة وأصلها بما يناسب قراي شا... شاهدتُ. شاهدتُ. زرتُ. زرتُ. عرفتُ. عرفتُ. تجولت تجولت شنو ما هادو افعال افعال شي حاجه كدل على شي حاجه قمت بشي حاجه شاهدت زرت عرفت فتجولت افعال هادو وقت بيت صوت انت انت اذن أس... شنو هادو اسماء اسماء هادو ها هادو ضمائر هادو راه ضمائر ولكن كنعتبر كلشي اسماء إذاً ضمير مكون من ثلاث 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 حروف ثلاث حروف حروف يتوسطه ساكن هادو اسماء من ثلاث حروف يتوسطها ساكن ساكن ق و ساكن سكون كيما الوسطى هو السكون سكون سكون, سكون. اذا اسماء او ضمائر اسماء من ثلاث احرف يتوسطه سكون هنا افعال هذه افعال هنا هي تلفزات تلفزات وحده تلفزات قاعات وحده قاعات مجله وحده مجلات مسرحيه وحده مسرحيات فخاريه وحده فخاريات. اذا شنو جمع مؤنث سالم سالم سابقا هذه جمع مؤنث سالم اذا هما شنو قال لك هنا هادو افعال هادو اسماء مفرده وسطها ساكن هذه جمع مؤنث سالم جمع ديال المؤنث يعني ماشي غير مفرد واحد ولاحظوا ان كل هذه الكلمات انتهت ب ب تاء مبسوطه مبسوطه تا تن احددوا نوع الكلمات التي بها تاء مبسوطه في الجمله التاليه ان انت زرت زر ساحات بيع المصنوعات اذا انت شنو هي انت اسم؟ آه اسم مفرد وسطه ساكن. وسطه ساكن. اسم مفرد هو هذا. اسم مفرد وسطه ساكن. آه. اسم مفرد وسطه ساكن. حل بحال حل هذا. آه. أنت. اسم مفرد وسطه ساكن. آه. أنت. زرت شنو هي زرت زرت فعل 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 ساحات ساحات يسمى اسم أه. جمع سنة. جمع جمع اه جمع جيت نقول جمع انا قلت بتش... جمع أه جمع مؤنث سالم سالم بي المصنوعات المصنوعات آه جمع, جمع مؤنث مصنوعات مصنوعات جمع مؤنث سالم اش غلطوا فيهم ترسم التاء المبسوطة مبسوطة في آخر الأفعال آخر فعل مثل زرت زارت زر زرت أكلت 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 خرجت 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 في آخر الاس الاسم الثلاثي اسم ثلاثي الساكن الوسط مثل وقت وق من ثلاثة الأحرف كي تكون من ثلاثة الحروف وقت زيت صوت بيت ها في آخر الجمع المؤنث السالم في الآخر ديال الجمع المؤنث سا مثل ساحات قصبات تل تلفازات، قاعات، مجلات، مسرحيات، بنات، ها؟ أطبق، أكمل كلمة، كل كلمة بتاء مناسبة في كل... في كل بيت... بيت، شنو هي فيها؟ بيت بالتاء مبسوط علاش؟ بسرعة آه، لأن م... آه، اسم مفرد آه، وسطه ساكن بيت كل في كل بيت في كل بيت آه بيت بيت مش بيت في كل بيت كل بيت من بو من بيوت بيوتي من بيوتي تاء مبسوطة لأنه جمع لأنه جمع مؤنث المغاربة المغاربة بتاء مربوطة لأنه يمكن وقف عليه بلاء تجد حضورا للتلفازات تاء مبسوطة جمعها جمع لانها جمع مؤنث. والهواتف الذكية. ذكية تاء مربوطة لانها يمكن الوقوف عليها بالهاء. لا قد استطاعت. استطاعت تاء مبسوط. لماذا؟ فعل. فعل أنا فعل استطاعت هذه الآلات. الآلات تاء مبسوطة أنا آه لأنها جمع مؤنث سالم أن تغزو البيوت البيوت مبسوطة أنا آه لأنها جمع مؤنث سالم وتكام... وتمكن الناس من مشاهدة مشاهدة يمكن الوقوف عليها إذا اسم مؤنث مشاهدة بمشاهدة البرامج وتتبع الأخبار بفضل القنوات القنوات آه آه مبسوطة آه. لا نعم لأنها جمع مؤنث سليم والتلفزيات والتلفزيتي القنوات لا ماشي التلفزياتي عفوا بفضل القنوات التلفزية 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 ماشي التلفزياتي أنا غلط التلفزية مبسوطة التلفزية تلفزيتي التلفزية تاء مربوطة علاش لأنه يمكن القول القنوات التلفزية المتعددة المتعددة ت تاء مبسوطة أه؟ مربوطة متعددة اه قنوات التلفزية المتعددة المتعددة لأن عليها بالهاء اسم الناس يكون يمكن الوقوف الوقوف عليها بالهاء وشبكات وشبكات لماذا كل المادة هذه المادة تاء تاء مبسوطة لأنه جمع, جمع مؤنث الانترنت سيئ. معروفة تاء ما مبسوطة مبسوطة الانترنت معروفة صافي إلى هنا ينتهي هذا الفيديو دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء